من الفيوم للمنتخب الوطني الاول اعتقد رحله كبيره جدا. بحب دايما اتكلم في النقطه دي وكل مره اسال النجوم اللي بيبقوا موجودين معانا عن هذه النقطه، لانه في الاخر الشباب اللي قاعد بيتفرج عليك لازم يبقى عارف. عمر لما بيجي يتفرج عليك لازم يبقى عارف انا يعني ابويا ده عمل ايه، غير عمر الجيل الشباب الصغير وهو بيتفرج على سيد معوض يشوف سيد كان بيعمل ايه وعمل ايه في الفيوم لغايه لما وصل لمنتخبنا الوطني. يعني بص يا اسلام، كل اللعيبه اللي وصلت على المستوى الدولي ولعبت حتى في النادي الاهلي فتره كبيره وحققت انجازات، لو رجعت تاريخها وتاريخ بداياتها هتلاقي ان هي قصه كفاح. بالظبط، يعني ما فيش حد لقى الموضوع سهل. يعني ما انت بتتكلم، يعني انا هقول مثلا بدايه، انا كنت بلعب في مركز شباب الفيوم، مش نادي الفيوم كمان، يعني كمان مركز شباب. يمكن وانا عندي 14 سنه كنت بلعب مع الفريق الاول درجه تانية. درجه تانية دي يعني مش عايز اقول لك الملاعب. انا لعبت اصلا 3 4 سنين. لا تانية مش اولى، تانية. ما انا لعبت لا تحت يعني الاولمبي كان درجه اولى، يعني تحت الدوري الممتاز انا كنت درجه كمان، درجه الثالثه تعتبر. يعني كان وقتها يعني مركز الشباب ده بيلعب شمال الصعيد، كنت باخد شمال الصعيد ده كله، ما اقولكش بقى ماتشات في ملاعب صعبه جدا، غير طبيعيه يعني، غير طبيعيه يعني، اسفلت وبتاع، يعني ملاعب صعبه جدا، وانا كنت صغير 14 سنه، يعني لعبت لمده سنتين. فانت شفت حاجات، يعني بدأت قصة الكفاح بداية صح بكل أمانة.